مساء الخير يا سنة تانية، عاملين ايه اخباركم؟ تمام. النهارده نكمل ان شاء الله يونت 7 من اول بيج 17. تمام. اسئله امتحانات الادارات بيقول لك او نو نمبر 1 او نو داش وي ويل هاف تو كانسل ذا بيكنيك، مضطرين ان احنا نكنسل او نلغي الرحله. يبقى يا الهي، ايوه صح، ات از رينينج. ات از رينينج يعني الدنيا بتمطر، حاجه بتحصل دلوقتي. طيب نمبر 2، at the moment I can't buy this car. انا مش يعني دلوقتي مش قادر اشتري العربيه دي. It dash too much money. طيب يا ترى هتقول it costs ولا it is costing؟ عشان بيقول لك now او at the moment. فكر بسرعه. تمام، it costs. costs دي يا حبيبي مش ضمن الافعال اللي ليها وشين. يعني ليها وشين، شويه تبقى استاتيف شويه تبقى ديناميك. تمام، فدي الافعال اللي ليها وشين دي، لا ما مش هيها، يعني مش هي دي. تمام. طيب لكن كوستس ده فعل عادي، ده ثمنها وسعرها. تمام، والسعر مش بيتغير غير يعني بمعنى ايه، الاي ان جي ده بتيجي مع الحاجه اللي هي مستمره في الوقت الحالي لمده ربع ساعه نص ساعه وبعد كده هتتغير، فمش الافعال بتتغير كل ربع ساعه طبعا. نمبر 3، we dash dinner tonight with our friends. We have already arranged everything. طالما شفت عينك شافت كلمة arranging، تمام، اكتب على طول we are having. We are having يعني احنا هنعمل حفلة أو هنعمل عشاء النهاردة. تمام؟ يبقى we are having اكتبها على طول وأنت مطمن. ليه؟ لأن arranged و prepared معناها إن أنت داخل على مرحلة التنفيذ، يبقى انت عملت كل حاجة وما فضلش غير التنفيذ بس. تمام؟ طيب نمبر 4، زي داش a new movie at the cinema at the moment. تمام؟ يبقى بيقول لك ان a new movie يعني فيلم جديد في السينما اللحظة دي يعني at the moment. يبقى المفروض ان هما بيشاهدوا فيلم دلوقتي at the moment. They are watching عادي ما فيهاش حاجة. أهداف فعل مستمر. الفيلم يخلص من هنا ربع ساعة نص ساعة ساعة بالكتير ساعة ونص يعني، وخلص روحوا البيت. تمام، ف they are watching. نمبر 5، فريدا's team has won the final match. فاز بالماتش النهائي so she dash happy. يعني طالما فاز بالماتش النهائي هي تبدو، تمام، تبدو يعني looks. she looks happy مش is looking. is looking ده عايز at. is looking for. تمام. مثال تانية نمبر 6، I can't eat this rice. مش هقدر اكل الرز ده. عاوز اقول طعمه مش بيتذوق، طعمه يبقى دي حاجة ثابتة في الرز ده، حتى لو سبته لمدة 3 ايام في التلاجة حتى مش هقول لك يعني برضه هيبقى طعمه مالح برضه. التيست طبعا طعمه مالح. He dash a cake from for mother. Would you like to help us? بلال يقول لك هنعمل كيكة لماما. تمام، او احنا بنعمل كيكة لماما، تحب تساعدنا؟ يبقى هم شغالين يعملوا دلوقتي. تمام، يبقى تاخد ايه؟ صح، we are making a cake يعني احنا بنعمل كيكة لماما. I dash to London tomorrow morning. Everything is arranged. يا سلام، ده لسه قايلها arranged فوق، معناها ان الحاجة دي يعني مفيش فيها رجوع. يبقى I am flying مضارع مستمر. مضارع مستمر. تمام. طيب the flat dash at the moment. الفلات دي عاقل ولا غير عاقل؟ تمام، غير عاقل. يبقى الشقة بتدهن دلوقتي، يبقى is being painted. is being painted. نمبر 10، I feel somebody walking behind us. اعتقد ان في شخص ما بيمشي ورانا. I think يعني احنا بيتم مراقبتنا. هتقول لي ما I think we دي بني ادم، ما انا قلت لك قبل كده في فيديوهات سابقه ارجع لها. 99% من الكلمات من اول الجمله بيكون غير عاقل هي زي دي. اعرف ان هي مبني المجهول، اعرف ان هي مبني المجهول. 1% بيكون معلوم زي كلمة وي، كلهم اسمهم وي اساسا. تمام؟ فهتبقى هنا الجملة مبني المجهول في المضارع المستمر. يبقى وي ار بينج فولود. وي ار بينج فولود. ماشي؟ ماشي. نمبر 11، وي داش ا جريت تايم اون ذيس هوليداي.
I wish we were you were here with us. بيقول لك احنا مستمتعين جدا بالوقت اللي احنا بنقضيه دلوقتي في الاجازة. يا ريتك كنت معانا يا اخي. يا ريتك يعني I wish طبعا بيجي وراها ماضي. ماشي. طب هم حاليا في الاجازة يعني ما زالوا مستمرين. يبقى we are having يعني زي كده we are having good time. We are having good time يعني احنا بنقضي وقت جميل. هو وقت ممتع. تمام. 12. You haven't said a word all morning. ما قلتش حاجة من اول الصبح. هو انت بتفكر في ايه؟ شغال تفكر في حاجة شغل بالك. تمام؟ يبقى what are you thinking about? What are you thinking about? 13. We dash a film tonight at 8. Do you want to come? احنا بيقول لك والله احنا هنشوف فيلم يعني النهاردة الساعة 8 ومخططين ان احنا هنشوف فيلم الساعة 8. يبقى تحب تيجي تحضر معنا؟ يبقى we are seeing. هنا seeing هتقول لي طب ما احنا خدنا seeing بمعنى meeting. كلامك مظبوط. بس هنا كلمة are seeing بمعنى we have an intention يعني عندنا زي intention او يعني اقوى من intention كمان. مش نية لا ده احنا arranged يعني everything is arranged يعني كل حاجة تم ترتيبها واتصلنا بزميلنا عشان يجهز لنا المكان والزمن. Runners level in English dash gradually this year. يقول لك ان مستوى رنا في الانجليزي اتحسن او بدأ يتحسن تدريجيا السنة دي. طيب احنا خدنا قبل كده لما حاجة تكون يعني اليومين دول او مستمرة اليومين دول ما كانتش موجودة قبل كده. حاجة مستمرة اليومين دول ما كانتش موجودة قبل كده. زي مثلا اقول لك الناس بدأت تستخدم الموبايلات بشكل اساسي او مثلا الانترنت بشكل اساسي. يبقى في الحالة دي هنقول is improving. 15. هبة is really enjoying her holiday. هبة بتستمتع بالاجازة بتاعتها على الجزيرة. يبقى she dash a really good time. برضو نفس الفكرة. طالما قال لك بتستمتع بصيغة المضارع اهي. يبقى she is having. سامي داش قال لك this is disgusting. والله سامي بيقول لك دايما بيدخن وده حاجة مقززة او حاجة بتخلي الواحد يعني ريحته بتبقى مش احسن حاجة. تمام؟ فعايز اقول ان هو دايما بيدخن. واضح ان في شكوى في الموضوع يعني. طالما في شكوى حط always او constantly. طالما في شكوى حط كلمة always او constantly مع am always war ing. تقول لي طب هي always اصلا دي تيجي مع ing. انت مصدق بتقوله ايه ولا يقول لك بتيجي في حالة الشكوى. حالة ان انا بشتكي من اخويا الصغير دايما بيلعب بالموبايل بتاعي. اختي الصغيرة دايما تبوظ الكتب وترتيب الكتب بتاعتي. فاهم؟ فهي دي always. ماشي؟ 17. The house dash at the moment. البيت برضو دي اللي هي غير عاقل. 99% قلنا غير عاقل يبقى مبني المجهول. يبقى is being painted. This camera dash to you it's ours. طيب. صفات الملكية تنفع تاخد ing. يعني كلمة belongs to او belong is belonging. في حاجة اسمها is belonging؟ لا. كلمة belong و own و الحاجات اللي هي فيها ملكية و have لو ما تدل على الملكية ما ينفعش تاخد ing. تاني كلمة belong وكلمة own own لما يكون بتعبر عن الملكية هي ملكية اصلا و have لما تعبر عن الملكية برضو ما ياخدوش ing. تمام؟ 19. I dash dinner at this moment. والله الراجل يقول لك انا حاليا بتناول العشاء مش بملك العشاء. يبقى I am having dinner. Maybe is never late for his for the English course. عمر مجد ما تأخر على كورس الانجليزي. This means he dash on time. عاوز اقول هو دايما بيكون في الوقت المظبوط يعني. تمام؟ يبقى he is always تمام. He is always on time. هو دايما بيجي في الميعاد المظبوط. 21. تمام. يقول لك I can't meet you tomorrow as I dash my uncle. انا مش هقدر اقابلك بكره علشان هنا as بمعنى علشان. As I am visiting. انا مخطط ومركز ومظبط اموري ان انا هزور عمي.
تمام. فمش هقدر مش هقدر يعني ازورك او اجي لك معاك المشوار بتاعك او اقابلك بكره. تمام. نشوف بيج نمبر 18 اللي هي اسئله موقع لونج مان. تمام. بس قبل ما نروح لموقع لونج مان نفكركم ان اخواتكم اللي في هندسه او حاسبات ومعلومات تمام ضروري يشتركوا في قناه المهندسه سندي علاء علشان بتشرح لهم المواد بتاعتهم بطريقه سهله ولذيذه. تمام. طيب 22 look Ali dash up his room he is always active. تمام. علي بيرتب الاوضه بتاعته حاليا يعني حاليا. تمام. يبقى is tidying. ليه is tidying مستر؟ عشان في كلمه look يعني هو بيعمل حاجه دلوقتي. داش اي داش wonderful time in the village everyone is really nice. والله بيقول لك الراجل ده بيستمتع بوقت جيد جدا او جايز ما بيست... هو بيقول لك everything is nice. يبقى مش I am not having لا I am having. I am having the weather is very nice. الطقس حلو قوي. تمام. the weather is very nice here is here يعني here is in here in the winter. تمام. the sun dash be shining most on most days. عايز اقول لك الطقس جميل جدا. الشمس عاوز اقول تبدو او فيما تبدو يعني تمام ان هي بتشرق طول الايام او كل الايام. تمام. طيب احنا خدنا كلمه seem to. تمام. ان مفيش حاجه اسمها is seemed اساسا يعني اصلا مفيش حاجه اسمها is seemed اساسا. تمام. فهنا بما ان هي شمس واحده فهتبقى seems هتبقى ايه seems. طيب 24 25 we are having seems بمعنى يبدو طبعا. we are having lunch now. احنا حاليا بنتعشى. فكلمه have هنا بتبين ايه بقى؟ بتبين حدث action ولا sense احساس ولا ترتيب ولا امر. لا بتبين حدث action. action هنا مش معناها action يعني حركه. action هنا معناها حدث. حدث. 26 I have already confirmed the reservation. انا حاليا اكدت الحجز. I dash to Rome tomorrow. انا محتاج ان انا اروح روما بكرة. مسافر روما بكرة اساسا. فده حاجة 100%. I am flying. I am flying يعني مفيش رجعة تاني. I am flying. 27 I haven't seen you for a long time. ما شفتكش لفترة طويلة. I dash you so much. طالما شفتكش لفترة طويلة يبقى I miss you so much. I miss you so much بمعنى انا افتقدك جدا. ماشي. طيب 28 I see you are busy. انا شايف ان انت مشغول شويتين. what dash now حاتم بتعمل ايه دلوقتي يا حاتم؟ يبقى طالما هنا ار طبعا مضارع ار مضارع اهي فاكيد الجمله الثانيه بتعمل ايه دلوقتي؟ ار مضارع are you doing. طيب 29 we dash our sister's wedding party tomorrow. دي حاجه ما فيش تراجع فيها. بكره حفل زفاف اختي. we have made all preparations. طب يا مستر ما preparations هي نفسها كلمه prepare. يبقى هنختار ام و اس و ار و ان جي مضارع مستمر. مضارع مستمر. تمام. 30 I dash to read novels during the holiday. I prefer to read short stories instead. والله الراجل بيقول لك انا مش بحب اقرا قصص اثناء الاجازه. انا بحب اقرا قصص قصيره بدلا من ذلك. تمام. طيب كلمه لايك هل عمرك شفت حاجه اسمها لايكنج؟ لا ما حصلش. يبقى يا اما لايك يا اما اي دونت لايك. ده الحل الوحيد. وبيقول لك اثناء الاجازات انا بحب اقرا قصص قصيره والنوفلز دي ما شاء الله اقل نوفل فيهم تعمل لها حسبة 400 صفحه. يبقى اي دونت لايك. الراجل بيحب قصص قصيره. طيب 31 don't make noise ما تعملش دوشه. the baby dash at the moment. الطفل نايم دلوقتي يبقى is sleeping. is sleeping. طيب I don't know who dash the music loudly in the neighbor's house. والله انا حاليا مش عارف مين اللي عمل كده يعني. هو بيقول لك مش عارف الموسيقى العاليه دي اللي بيعزفها بصوت عالي ده في بيت جيراننا. I can't sleep. يبقى
مين اللي بيعزف بصوت عالي؟ Who is playing؟ Who is playing؟ مين اللي بيعزف بصوت عالي قوي كده؟ ده الموسيقى الصاخبة يعني. تمام، نشوف 33. She dash her house her housework now isn't she؟ تمام، بيقول لك ان هي حاليا هي بتحل الواجب. طالما isn't she هتعملهم اصلا، يبقى she is doing. تمام، we can't enter the hall، مش هنقدر ندخل الصاله because it dash now. تمام، عشان الصاله بتدهن او بتتبيض زي ما بنقول، يبقى it is being painted. ماشي. 35. Don't worry, we dash for you. تمام، we won't leave you alone in this terrible place. ولكن احنا ما تقلقش، don't worry، يبقى احنا ما زلنا مستنينك يعني، ما تخافش احنا قاعدين مستنينك، مش هنمشي من غيرك يعني. تمام، leave you alone، مش هنسيبك لوحدك في هذا المكان الفظيع او الوحش يعني. يبقى we are still waiting. طيب، الاهلي will win tomorrow's match، يعني ماتش بكره الاهلي هيفوز ولا مش هيفوز؟ هو يقول له هل تعتقد ان بكره هيفوز الاهلي؟ تمام، ما ينفعش اختار فيها اي ان جي، لان انا مش بستخدم اي ان جي الا في حاله واحد شغال يفكر في موضوع، شغال يفكر في مشكله، شغال يفكر في قصه يالفها. تمام، هي دي اللي فيها اي ان جي. لكن هقول لك رايك ايه، كلمه رايك اسمها ايه؟ يو ثينك، يعني رايك ايه. 37. Most people dash newspapers these days. الناس يعني بيقول لك ان هي يعني نقول newspapers اللي هي الجرايد يعني these days. They get the latest news online. وهم بيقدر يحصلوا على احدث اخبار online. تمام؟ يبقى most people، تمام؟ حاليا بيقروا، عاوز اقول مش بيقروا الاخبار عشان هم بيحصلوا احدث الاخبار اونلاين فبطل يقروها، يبقى حاجه دلوقتي بتحصل، يبقى aren't reading newspaper these days. مش قلت لك لما حاجه تكون بتحصل من دول زي ما قلت لك فوق، اللي هي الناس نقول الناس مثلا بتبدا تستخدم الموبايلات بشكل مكثف اليومين دول، فاهم ازاي؟ او الناس بتبدا تستخدم الانترنت بشكل مكثف اليومين دول، فهي كلمه اليومين دول دي بتستخدم معاها مضارع مستمر، طيب 38. حاتم wants to travel to China، نفسه حاتم يسافر للصين. But he dash enough Chinese. هو ما يعرفش صيني بشكل كافي. طيب، يا ترى هو حاليا حالته كده يعني، بس مش حالته يعني مستمرة نص ساعة ساعة الا ربع وفجأة هيتكلم انجليزي صيني بشكل فظيع، لا، دي حاجة ثابتة معاه دلوقتي يعني. يبقى الإجابة طالما حاجة ثابتة يبقى doesn't know، وكلمة know أصلا ما تجيش فيها أي شيء أساسا، ده السبب التالي. You dash to loud music. This is annoying. I can't concentrate on my lessons. بيقول لك ان انا دايما بسمع لموسيقى صاخبة loud music. هذا this is annoying يعني ده مزعج. تمام، انا مش قادر اركز على الدروس بتاعتي. طيب، شكوى يبقى استخدم are always listening. طالما شكوى يبقى are always listening. طيب، اماني داش بلاي بيل اند ال، وشها اصفر شاحب يعني، بيل يعني شاحب، ومريضه كده وعيانه. What is the matter with her؟ يبقى ما بيبدو عليها. تمام، اوعى تقول لي seeming ولا هو seeming دي، لا، seems يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها seeming اصلا. seem دي عامله زي كلمه like ما يجيش وراها ING. تمام، be patient، خليك صبور شوية. my dear، food، الأكل بيتطبخ بيتجهز، يبقى food is being prepared. food is being prepared يعني الأكل يتم إعداده أو تجهيزه. رامي
Where have you arranged to spend؟ خططت يعني تقضي اجازتك فين؟ في اجازة الصيف. قال له رد سامي قال له I dash two weekends in Sharm el Sheikh next next summer. يبقى ايام spending. طبعا الراجل قال لك three there يبقى ايام spending. هتقول لي طب وجوينج مالها؟ ممكن يكون ناوي على. اقول لك هنا مفيش كلمة an و is و are. طب مش لاحظ مفيش an. طيب فاذا هنا في ان وفي اي ان جي لان الحاجة دخلت في حيز التنفيذ. 43 تامر is busy. He dash a report on the tasks he has done. يقول لك تامر مشغول يعني حاليا وهي هو حاليا بيكتب يعني تمام اللي هو التقرير عن المهام اللي هو ايه ناوي يعملها يعني. يبقى he is writing. طيب امين بيقول له what dash باسم. راح باسم قال له I am tidying my room. انا برتب الاوضه بتاعتي. طيب يبقى قال له طالما الاجابه فيها ام واس وار واي ان جي يبقى what are you doing. What are you doing؟ تمام؟ نقف لغاية بيج 18 ونكمل الدور الجاي. سلام.